M'exprimer ce soir après la décision officialisée hier du Premier ministre désigné de renoncer à former un gouvernement. En effet, le 4 août dernier, l'explosion du port de Beyrouth a fait basculer le Liban dans un chaos sans précédent depuis la fin de la guerre civile. Je dois le dire, seule l'extraordinaire force du peuple libanais a permis au pays, كانت موجودة إلى جانب لبنان منذ الساعات الأولى بكل أخوة وهي ستكون كذلك طيلة الوقت. هذه الصداقة القوية وهذه القوة أخذت رهينة من قبل طبقة سياسية تحت سيطرة لعبة الفساد القاتلة. المسؤوليات باتت واضحة ويجب أن تسمى بالاسم ويجب أن نستقي العبر مما حصل. في الأول من سبتمبر من أيلول في قصر الصنوبر تعهدت كافة القوى السياسية اللبنانية بتشكيل حكومة في الأيام 15 المقبلة، وهي حكومة مهمة قادرة على تطبيق خارطة طريق واضحة من الإصلاحات، وما زال محتواها الذي تبناه المجتمع المحلي صالح حتى اليوم والبدء بالعمل في الأشهر الثلاثة المقبلة. ما حصل اليوم هو توضيح بأن القوى السياسية اللبنانية والقادة اللبنانيين، قادة المؤسسات اللبنانية، لم يرغبوا بشكل واضح وبعزم، لم يرغبوا إذن باحترام الالتزام الذي قاموا به أمام فرنسا وأمام المجتمع الدولي. لقد قرروا وأنا ملزم على استنتاج هذا الأمر، قرروا خيانة هذا الالتزام. أنا أستنتج أن القوى السياسية اللبنانية فضلت مصالحها الخاصة والفردية والفئوية على مصلحة العامة. أنا أستنتج أنهم بهذا الشكل قرروا أن يسلموا لبنان إلى لعبة الدول، وفضلوا الفوضى على استفادة لبنان من المساعدة الدولية التي يكون الشعب اللبناني بأمس الحاجة إليها. مضى شهر للبدء بالإصلاحات، وضاع شهر أمام الشعب اللبناني من المساعدات، من الاستفادة من المساعدات، وهذا هدد أيضا الاستقرار في المنطقة وقوض الثروة التي يشكلها لبنان في المنطقة. وفي هذا الإطار أنا أحيي حس المصلحة العامة لدى الجيش اللبناني الذي استمر في السهر على استقرار البلاد. كما سبق وقلت، لقد تم تعيين رئيس حكومة مكلف، وهو رجل محترم حاول أن يعمل في ظل ظروف صعبة، ولكن المسؤولين اللبنانيين بسبب مناوراتهم جعلوا من المستحيل تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات. البعض فضل الحفاظ على وحدة الفئة التي يمثلها أو الجهة التي يمثلها، وتفاوضوا بين بعضهم البعض على نصب الأفخاخ للآخرين، واتفقوا أو لم وشددوا على أهمية الطائفة على حساب الكفاءة. البعض الآخر أرادوا أن يفرضوا خيار أحزابهم وخيار حزب الله في تشكيل الحكومة، وهذا يأتي عكس الالتزامات التي التزموا بها بوضوح أمامي في الأول من أيلول، ولم يرغبوا بالقيام بأي تنازل.
لا يمكن لحزب الله أن يكون جيشا في حالة حرب ضد إسرائيل وميليشيا تشارك في الحرب في سوريا وبنفس الوقت يكون حزب محترم في لبنان. لا يجوز لحزب الله أن يعتقد أنه أقوى مما هو وعليه أن يحترم اللبنانيين جميعا، وقد أظهر عكس ذلك تماما في الأيام القليلة الماضية. إن السلطات اللبنانية لا يجوز فقط أن نقول أنها استنتجت الفشل أو حققت الفشل، فلم يكن أي أحد من هذه القوى على مستوى الالتزامات التي قطعوها، كلهم راهنوا على الأسوأ بهدف أن ينقذوا أنفسهم، مصالح عائلاتهم ومصالحهم الفئوية، ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك. أنا أقول للجميع اليوم لا يمكن لأحد أن يربح على الآخرين، لذلك أنا سوف أتصرف بموجب هذه الخيانة الجماعية، ونظرا لرفض المسؤولين اللبنانيين للالتزام بنية حسنة بالعقد الذي عرضته فرنسا عليهم في الأول من أيلول. جميعهم يتحمل المسؤولية، وهي مسؤولية ثقيلة، عليهم أن يدفعوا ثمنها أمام الشعب اللبناني. وأنا لهذا الشعب الشقيق والصديق أكرر اليوم إن فرنسا لن تتخلى عنكم. أولا لأن خارطة الطريق التي وضعناها في أول أيلول ما زالت موجودة، وهي الخيار الوحيد القابل للحياة، المبادرة الوحيدة التي اتخذت على المستوى الوطني والإقليمي. لم تسحب هذه المبادرة عن الطاولة، يجب تطبيقها بأسرع وقت ممكن، والآن على المسؤولين اللبنانيين أن يغتنموا هذه الفرصة الأخيرة التي هي أمامهم. ولكن في قلب هذه الخارطة، خارطة الطريق، نجد الإصلاحات الضرورية للشعب اللبناني، هي ضرورة بحد ذاتها، وهو شرط لا بديل عنه لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من المساعدة الدولية التي هو بحاجة إليها من أجل إعادة الإعمار ومن أجل مستقبل البلاد. ثانيا، ومن الآن إلى نهاية شهر تشرين الأول كما التزمت في الأول من أيلول، سوف ننظم مع الأمم المتحدة ومع شركائنا الدوليين مؤتمرا جديدا كمتابعة للمؤتمر الأول من أجل تعبئة المساعدة الدولية لبيروت وللبنانيين. سوف نلبي الحاجات الصحية التعليمية، حاجات السكن وغيرها، وذلك لفائدة الشعب مباشرة عبر المؤسسات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. هذا الالتزام الذي علينا أن نحترمه تجاه الشعب اللبناني ليس فيه أو لا يعرف الشروط أمام الشعب اللبناني، وهذا ما التزمت به في مؤتمر الذي قمنا به مع الأمم المتحدة في مرحلة استعادة العافية الأولية كما أسمتها الأمم المتحدة. ونحن أبعد من هذه التعبئة، نحرص أيضا على شفافية المساعدات، وهذا ما نقوم به بمعية الأمم المتحدة في هذه المرحلة الأولى. ثالثا، سوف أجمع من اليوم أو في غضون 20 يوم كافة أعضاء المجموعة الدولية لدعم لبنان من أجل الحصول على دعم المجتمع الدولي في المراحل المقبلة. أول طلب أو أول مسؤولية وطلب ملح هو أن تصبح نتائج التحقيق علنية بأسرع وقت ممكن، وأبعد بعد من نتائج التحقيق، نحن نريد التقدم على المحرز في ورقة أو خارطة الطريق التي التزم بها الجميع في الأول من أيلول. نحن ندخل الآن في مرحلة جديدة حيث المخاطر أعلى بالنسبة للبنان وللمنطقة. إن السلطات اللبنانية الآن عليها أن تقوم بالقرار المناسب وأن تستجيب لهذه المخاطر. لا يمكن للمؤسسات أن تقف متفرجة أمام ما يحصل اليوم. ما نحن فسوف نستقي كافة النتائج والعبر في كل مرحلة من هذه المراحل. ستبقى فرنسا إلى جانب أصدقائها اللبنانيين، إلى جانب الشعب اللبناني. واليوم أود أن أعبر عن
دعمنا اللامتناهي وصداقتنا إلى كل اللبنانيين واللبنانيات. نحن نفكر فيكم كل الوقت، نحن هنا معكم ومن أجلكم ولن نتخلى عنكم أبدا، أكرر أبدا.